عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. يا رب ايامكم كلها تكون خير وبركة ان شاء الله، ومتجمعين مع بعض دايما زايدين ومش ناقصين. النهاردة حلقتنا فيها اطباق حلوة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة الرز بالفراخ بخلطة مميزة جدا هتعجبكم ان شاء الله. عندنا كمان وصفة رول الكفتة، هنعمل النهاردة كفتة بطريقة حلوة جدا. لو عندك عزومة، لو عندك أي مناسبة وحابة تعملي فيها الكفتة بطريقة حلوة وتقديم شيك، النهاردة هنعملها هتعجبكم جدا جدا. أما الحلو بتاعنا النهاردة هتكون كيكة سهلة وبسيطة في الخلاط، وهنعملها كمان صوص اقتصادي. إن شاء الله تخلصي الحلقة وتقومي تجربيه. قبل ما نبدأ حلقتنا بنقدم خالص تعازينا لزميلنا محمود السيد في وفاة والدته، ربنا يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم يا رب الصبر والسلوان، اللهم أمين. ويا رب يا رب جميعا ما نفقدش حد عزيز علينا إن شاء الله. تعالوا بينا يلا نبدأ أول وصفاتنا النهاردة، وزي ما قلنا هتكون رول الكفتة. بس تعالوا نفتكر كمان الأرقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها. عندنا التليفون الأرضي 0900-917، أما الموبايل على 1710 في انتظار مكالمتكم. بينا بقى نقول المقادير ونعرف مع بعض الطريقة. مقاديرنا النهاردة هتكون عبارة عن إيه؟ هنحتاج نص كيلو من اللحمة المفرومة الحمراء، بصلة مبشورة ناعم ومتصفية كويس من المية، مش عايزين نسبة سوائل كتيرة، طماطمية مبشورة، واحد فلفل حامي مفروم ناعم، معلقتين كبار من البقسماط، رشة سكر، عندنا كمان رشة من البهارات السبعة، وملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا. كمان عندنا عجينة، والنهاردة هنستخدم عجينة الباف باستري. طيب لو ما قدرتش اوفرها، طبعا هي متوفرة جدا في السوبر ماركت، اما لو مش موجودة او مش هتعرف توفريها، فتقدري تستخدمي اي نوع عجينة انتي معتمدة. وطبعا احنا عملنا هنا عجين كتير جدا مع بعض، من ضمنها واهمها عجينة المايونيز، تقدري تستخدميها وهتديكي نتيجة رائعة. تعالوا بينا يلا نبدأ كده. عندنا لدهن وش الرولات بتاعتنا هنحتاج بيضة ومعلقتين من الحليب، تمام، دول علشان ندهن بيهم وش الرولات بتاعتنا. زي ما قلنا اللحمة بتاعتنا النهاردة كفتة، بس كفتة مش مشوية، الكفتة هتبقى في الفرن وهتبقى جوه عجينة. يفضل بقى تكون حمرة، ما ينفعش يكون فيها نسبة دهون كبيرة علشان ما تكشش قوي جوه العجينة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنعجن الكفتة. ادي اللحمة المفرومة، بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي قرن فلفل مفروم، تمام، طبعا ده على حسب الرغبة، بارد او حامي حسب ما تحبي، بصلاية مبشورة ومتصفية كويس جدا من المية، طماطماية مبشورة تدي طعم كده لذيذ للكفتة، عندي معلقتين من البقسماط المطحون، وده هيعمل على تماسك الكفتة ويشد اي مواد سايله فيها، رشه من السكر، رشه من البهارات السبعه، وعندنا اكيد الملح والفلفل. على قد بقى كميه الكفته. زي ما قلنا الكفته اللي احنا بنعملها النهارده كفته لذيذه جدا، بسيطه جدا، بس صدقوني تقدمها حلو قوي وهتفرط معاكي كميه رهيبه. زي ما قلنا عندنا عزومه، عندنا مناسبه، وحابه اعمل الكفته بشكل لطيف، مفيش احلى من كده ولا اسهل من كده. هنبتدي نعجن الكفته عجنه كويس. ومعانا استاذه عايده. الو الو، يا مساء الفل، ازيك يا مدام فاطمه؟ اهلا وسهلا حبيبتي، اخبارك؟ منوره الشاشه والله. ميرسي يا روح قلبي، كلك ذوق، انا بحبك جدا 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 حبيبتي والله. تسلمي. الله يخليك، تسلم ايديك على كل حاجه بتعمليها. تسلموا لي كلكم يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. الله يخليك، بس عايزه من حضرتك حاجه بسيطه، عايزه اعمل جمبري، وعايزه حضرتك تقولي لي الطريقه السليمه للجمبري. عيوني. طب اقول لك على حاجه حلوه جدا، استنينا في حلقه قولي بكره. قولي حبيبتي. حلقه بكره فيها طريقه للجمبري رهيبه هتعجبك جدا جدا. اتفقنا؟ خلاص ماشي حبيبتي. نورتيني يا روحي، نورتيني. تمام كده عجننا الكفته كويس جدا، عشان كده تبقى نقول ايه، متماسكه ومتشابكه مع بعض. زي ما انتوا واخدين بالكم العجينه حلوه جدا، معلقتين البقسماط اللي احنا حطيناهم ظبطوا الدنيا. وادي عجينه الباف باستري معايا، نغير ده. زي ما اتفقنا كمان ان عجينه الباف باستري من العجاين اللي متوفره جدا في السوبر ماركت، تقدري تشتريها.
اما لو مش هتقدري توفريها فممكن نستخدم اي نوع عجينه احنا مجربينها في البيت وبتطلع معانا 10 على 10 ونستخدمها عادي جدا هتدينا برضو نفس النتيجه. ايه دي العجينه بتاعتنا النهارده. هبتدي اخد، هي بتتباع كده تمام، وده السمك اللي احنا عايزينه سواء العجينه دي او غيرها. هبتدي اخد جزء من الكفته واحط كده واعمل رول. تمام، احنا ممكن نكون زودنا اللحمه شويه، ممكن اقللها عشان تلف معانا كويس بس كده. تمام، هجيب سكينه وهقسم الرول ده نصين لان الحجم كده كبير شويه. وعندي بقى ستيكس هقفل ناحيه، والستيكس كان جنبنا فين 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 اهو، طلع شويه كده خليهم جنبنا. واخد الستيكس وابتدي اعمل كده وهتبقى معايا بالشكل ده. تقدمها هيبقى لطيف جدا جدا، شكلها حلو قوي، وزي ما قلنا هتدينا كميه رهيبه. لو عندي عزومه نعمل واحده كمان، نقفل دي الاول. هايل، اللي بعده يبقى الطريقه زي ما انتم شايفين كده ولا اسهل من كده. عايز اقول لكم ان نص كيلو اللحمه المفرومه هيعمل لكم ما شاء الله عدد لا يستهان به. ايه دي جزء من اللحمه ونقفل عليه العجينه. تمام بالشكل ده، واقص بالسكينه نصين، احاول اقفل ناحيه بالعجين وامسكها بالستكس. اللي بعده واخدين بالكم ان انا الستكس بخلي العجينه مقفوله من تحت وادخل فيه عشان ايه العجينه تقفل على الستكس وتبقى ماسكه في بعضها. تمام، يلا نعمل واحده كمان وبعدين ندخل الفرن. حاولي ما تلفيش العجينه اكتر من مره لانها لو اتلفت اكتر مره هتبقى كتير جدا، عايزينها تبقى رق واحد، ما تبقاش العجينه كتيره على الكفته. واقفل العجينه كده من تحت على قد ما اقدر، ادخل فيها الستيكس وابتدي اظبطها. تمام زي الفل، وناخد دي وتبقى اخر واحده معانا عشان نبتدي ندهن الرولات بتاعتنا وندخلها فرن نكون مسخنينه كويس جدا على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني عشان العجينه بتاعتنا تستوي براحتها والكفته كمان تاخد وقتها في التسويه. نرص بقى علشان ايه ناخد المساحه بتاعتنا وكل حاجه تستوي التسويه المظبوطه. واحدة عكس واحدة لغاية ما نخلص كل الكمية. هنحطك هنا كده كويس، يلا بينا. عندنا بيضة وعندنا معلقتين حليب، هنربهم مع بعض كويس جدا ونبتدي ندهن بيهم العجينة بتاعتنا. كده معانا البيضه وعليها معلقتين من الحليب، وهنبتدي بقى ندهن وش الرولات بتاعتنا. فرننا سخن على درجه حراره 180 وعلى الرف الوسطاني علشان تستوي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجه مهمه، القفله بتاعتنا دي يفضل ان هي تكون تحت علشان ما تفكش مننا
بأي شكل من الأشكال، تفضل متماسكة وتطلع معانا زي ما احنا عايزين. فهنخلي القفلة بتاعة العجينة تحت عشان تفضل متماسكة، تمام؟ ضروري جدا الموضوع ده. يلا بينا ندهن بقى. قدر المستطاع ما نخلهمش لازقين في بعض عشان تتحمر كده من جميع الجوانب. الحتة اللي بتلزق في التانية ما بتاخدش لون طبعا، فعايزينها تلون معانا. ومعانا حبيبة. ألو يا حبيبة. ازيك يا فاطمة؟ أهلا وسهلا. ازيك يا حبيبة، عاملة ايه؟ الحمد لله. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، أخبارك؟ أنا بحب حضرتك جدا. ميرسي يا روحي. اتصلت بيا قبل كده يا حبيبة؟ أنا لا. طيب أصل حبيبة كتير بيتصلوا بيا. ربنا يخليك حبيبتي، ربنا يكرمك يا روحي. بعد اذنك انا عايزه عجينه الكريب بس ضروري. عيوني، ننزلها لك حالا. حاضر حبيبه قلبي. يلا يا ياسمين، نورتيني حبيبه قلبي. طيب احنا كده خلاص قربنا نخلص. الصاج بتاعنا مدهون دهنه خفيفه بالزيت، ويلا بينا ندخل الفرن بعد ما ندهن طبعا كله بخليط البيض مع الحليب. هايل، مفيش حاجة ناسينها، كله تمام. يلا بينا. زي ما قلنا درجة حرارة الفرن 180، وهندخل على الرف الوسطاني لغاية ما الكفتة تستوي والعجينة بتاعتنا تاخد اللون الذهبي ونطلعها على طول. يلا بينا. بسم الله. حلو قوي كده، خلصنا اول وصفه. مش تاخد في ايديكي يعني 10 دقائق ربع ساعه بالكتير، وهتكون جاهزه معاكي وبكميه ما شاء الله وفيره. زي ما قلنا وصفه حلوه جدا جدا للعزومات. دلوقتي نقدر نطلع فصل صغير خالص، نرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. تاني بعد ما عملنا مع بعض رولات الكفتة وحطيناها في الفرن علشان تستوي. وصفتنا التانية حلوة جدا جدا برضو للعزومات، حاجة كده نقول عليها ايه، حاجة شيك في العزومة وطعمها حلو جدا جدا. تعالوا بينا يلا نقول مقادير. النهاردة هنحتاج فرختين، طبعا عدد الفراخ ده فرخة فرختين ثلاثة على حسب العدد اللي هياكل. يبقى عندنا فرختين، والفرختين مقسومين بالطول نصين. هنحتاج 4 كوبايات من الرز البسمتي الذهبي، بصلتين متقطعين مكعبات متوسطة، عندنا 4 من البطاطس متقطعين مكعبات ومتحمرين، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، 1/2 كوباية من الكزبرة الخضراء المفرومة، عندنا كمان 2 فلفل حامي متقطع نصين، 8 كوبايات من الشوربة. كلنا عارفين ان الكل كوباية رز بسمتي كوبايتين من الشوربة، فاحنا عندنا النهاردة 4 كوبايات رز هنحتاج لهم 8 كوبايات من الشوربة اللي احنا سلقنا فيها الفراخ، 2 مكعبات من المرقة، 2 كبار من الصلصة، هنحتاج كمان 2 صغيرة من بهارات الفراخ، رشة قرفة بودر، وعندنا رشة زعفران بودر، ورشة بابريكا، وملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بالمقادير دي. في البداية زي ما قلنا عندنا النهاردة فرختين، هنجيبهم طبعا نغسل كويس جدا ونقطعهم نصين بالطول زي ما انتم شايفين كده، بقى عندنا 4 أجزاء. هنحطهم في حل على النار في مية مغلية ونستنى لما تغلي ونشيل اي زفرة تطلع من على الوش. هنبتدي بعد كده نحط المكونات بتاعة السلق العادي جدا، اللي هي جزراية، طماطماية، بصلاية، عودين كرفس لو متوفر، فصين توم، هنحط ملح وفلفل، هنحط حبهان ومستكة وورق لورا ورشة بسيطة من السكر، ونسيب الفراخ بتاعتنا تغلي. واول ما تغلي هنهدي النار تماما، وعلى نار هادية هنسيبها تستوي. تمام، بعد ما تستوي هنطلعها بالشكل ده. طبعا سلق الفراخ عملنا حلقة مخصوص لسلق الفراخ، فمش محتاجين اي حاجة فيه، خلاص فراخنا سلقت. الشوربة بقى اللي احنا سلقنا فيها الفراخ معانا. تعالوا بينا يلا نشتغل. بداية زي ما قلنا عندنا 8 كوبايات من الشوربة ل4 كوبايات من الرز. هنجيب بقى الشوربة بتاعتنا ونحطها على النار. دي شوربة سلق الفراخ.
هحط فيها ايه بقى؟ هنحط فيها مكعبين مرقه، هنحط فيها الملح والفلفل. يلا بينا، مكعبين المرقه والملح والفلفل عندنا. طبعا الشوربه نفسها بيبقى فيها ملح، فهنراعي الحته دي ونخلي بالنا ونظبط الملح على قد الرز. هنحط الفلفل الاسود وهنحط بقى شوية زيت او مكعب زبدة، تمام، ونسيب الكلام ده كله بقى يغلي مع بعض كويس جدا، وبعدين احط فيه الرز. ومعنا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فاطمة؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ الحمد لله، انا اول مرة اكلم حضرتك يعني. منوراني يا روحي. الله يخليك، تسلم ايدك وعينيكي. تسلمي لي يا روح قلبي، كلك ذوق والله، تسلمي. ربنا يخليك. انا من سوهاج. يا مرحب، اهلا وسهلا، حبايبي كتروا قوي في سوهاج ما شاء الله. والله انا بشوفك على طول، بتفرج عليكي على طول والله. تسلمي لي والله، كلك ذوق. حتى لما كنتش هعمل حاجه من اللي بتعمليها برضك احب اتفرج عليكي، بس اشوفك بس. حبيبتي والله، ربنا يعزك، ميرسي بجد. يا رب ديمها عليك يا رب، نعمه يا رب، وخلي لك نفس اللي بتحبه كلها يا رب. يا ربي يا حبيبه قلبي والله، يا رب تعيش يا رب، وخلي لك ولادك يا رب، وادعي لنا برضه. امين يا رب، واياكم ولكم المثل وزياده ان شاء الله، ربنا يعزك يا روح قلبي، نورتيني. تعيش يا رب يا شيخ فاطمه. تسلمي لي. شكرا يا فاطمه. حبيبتي حبيبتي والله، تسلمي لي يا رب، ويسلم لي ذوقك، وتسلم لي دعواتكم الحلوه، ما تحرمش منكم ابدا. على ما الميه بتاعت الرز او شوربه الرز تغلي، على ما الوك بتاعنا كمان يبتدي يسخن كده عشان نشتغل فيه على طول، تعالوا نظبط الفراخ بتاعتنا علشان نبتدي ندخلها الفرن تتحمر. عندي كده صينية فرن او صاج، هبتدي ارص فيه قطع الفراخ بتاعتي اللي لسه طالعه سخنه كده من الشوربه. تمام، وتعالوا نحط الجزء ده كمان. وهجيب بقى ايه، ممكن بوله من اللي احنا هنشتغل فيهم. عندي كده الزعفران، تمام، والبابريكا نحط هنا احسن. تمام، هاخد رشه كده بس من الزعفران واسيب الباقي. وعندي كمان ايه، الملح والفلفل. هناخد الفلفل الاسود، تعالوا بينا نحط معلقتين زيت. عندي كمان القرفة، رشة من القرفة ورشة من بهارات الفراخ. هقلب بقى الخلطة دي كويس جدا جدا مع بعض. يبقى احنا حطينا هنا رشة زعفران، رشة بهارات فراخ، حطينا رشة قرفة، حطينا ملح وفلفل اسود، وكمان حطينا معلقتين من الزيت. ندهن بقى الكلام ده كله كويس، الفراخ بتاعتنا تدهن دهنة محترمة كده. ومعانا كريمة. الو الو، يا بطة اهلا وسهلا، ازيك يا كريمة، عاملة ايه؟ الحمد لله، ايه الجمال ده، حياتي كلك ذوق والله، تسلمي. دايما دايما كده وصفاتك جميله، وتسلم ايدك، ودايما تسلم يا روح قلبي. ربنا يا رب يخليك، ربنا يخليك. اللهم امين. سوهاج بس يا بطه، الدنيا كلها وحصل قرد قبل عباده بيحبك يا قلبي. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، كلك ذوق، تسلمي. دايما دايما كده منوره، وحبيت ان انا اقول لك تسلم ايدك، وبجد بتوحشيني. بس انا طبعا بغيب لاني بتاخد التليفونات بس. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، ما نتحرمش ابدا من سماع صوتك، ربنا يعزك يا روحي، كلك ذوق يا كريمه. ربنا يخليك يا قلبي، تسلمي، ودايما منورونا يا حبيبتي. دايما انتم منورين حياتي كلها والله، ربنا يعزكم جميعا وما تحرمش منكم ابدا. واخدين بالكم لون الفراخ بقى عامل ازاي قبل ما تخش الفرن؟ لونها بقى فظيع. طيب ايه رايكم ندخل بقى الفراخ الفرن؟ تمام، وبعدين ممكن نطلع بقى فاصل ونرجع. بس قبل ما نطلع فاصل تعالوا نحط الرز عشان يلحق يستوي معانا. تمام، يلا فراخنا خلاص كده اتدهنت واتظبطت، يلا بينا، فرننا سخن خالص
تمام. وهحط على الرف الوسطاني، ممكن كمان نزود شويه شوربه عشان ما تنشفش لو في شوربه يعني. انا الشوربه كده خلصت خلاص. تعالوا بينا نحط فراخنا على الرف الوسطاني تاخد اللون التمام وتطلع. الشوربه بتاعتنا على النار غليت اهي، هايل. يلا بينا بقى هننزل 4 كوبايات من الرز دي كنا حاطين في الشوربه، مكعبين مرقه، مكعب زبده، ملح وفلفل زي الفل. خلاص هنسيب بقى الرز بتاعنا يغلي ويتشرب، وبعدين كالعاده نهدي عليه النار علشان يستوي. يلا بينا. خلاص دلوقتي نقدر نطلع فاصل صغير خالص، نرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. لكم تاني ويلا بينا نشوف رولات الكفته. كانت خلاص بدات تاخد اللون وكده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله اللهم بارك، حاجه مبهره. يلا بينا نطلعها. يا سلام على الجمال، ما شاء الله بجد. ايه رايكم؟ تحفه جدا جدا، لونها شكلها وريحتها، والكفته استوت جواها والدنيا تمام التمام. كنا بنعمل مع بعض الرز بالفراخ بالخلطة المميزة. تعالوا بينا نكمل بقى. احنا كنا عملنا ايه؟ كنا دهنا الفراخ، برضو عايزة ابص عليها بصة كده عشان ما ننساهاش. الله على الريحة والله على اللون. بدأت الفراخ تبتدي تاخد اللون الذهبي، لسه قدامها شوية، هسيبها تكمل. تمام، تعالوا بينا بقى نبص مع بعض. كنا عملنا الرز، طبعا الفراخ كانت مسلوقة والشوربة بتاعتها موجودة. عايرت الشوربه 8 كوبايات حطيتهم على النار مع مكعبين مرقه، مكعب زبده، ملح وفلفل، شويه زيت. غليت الشوربه نزلت فيها الرز. تمام، تعالوا نبص كده لو اتشرب نهدي. يا سلام، بصوا اتشرب، عمل الحفر اللي موجوده على الوش دي، فكده احنا تمام. هندي تقليبه بسيطه ونهدي النار تماما عشان الرز يستوي على نار هاديه. هايل، يلا بينا نغطي ونهدي ونسيبه يستوي. الخلطه بقى الجميله اللي احنا هنعملها تكون عباره عن ايه؟ هنحط بوك على النار واحط فيه شويه من الزيت، هنزل فيهم بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. بسم الله، هندي للثوم تشويحه واصفره كده. عندي فلفل حامي هنخليه دلوقتي، نحط البصل قبليه. اول ما الثوم كده يبتدي ياخد اللون احط البصل، ومش محتاجين من البصل غير انه بس يدبل شويه. نحاول كده نفك البصل من بعضه عشان يدبل معانا سريع سريع. زي ما قلنا معانا بطاطس، البطاطس دي مقطعينها مكعبات صغيره ومحمرينها بالشكل ده. عندي كمان معلقتين من الصلصه وشويه من الكزبره الخضراء. بدا البصل يدبل والطعم بتاعه الني يتلاشى بقى. الخلطه دي هتدي طعم حلو جدا جدا للرز. تعالوا بينا ننزل بالفلفل، هنقطعه كده، خدناه نصين بالطول ونصين بالعرض، وانزله عشان يتشوح مع البصل والثوم. ومعانا البطاطس المتحمرة. اول ما الاقي خلاص ان البصل كده دبل
وبقى نقول عليه ايه، ما فيهوش بقى البصل الني، خلاص الطعم بتاعه قوي راح، هيبقى طعمه حلو قوي ومسكر جدا. ادي طعم حلو قوي للرز. هبتدي دلوقتي احط البطاطس وادي لها تقليبه مع باقي الحاجات اللي معانا. يلا بينا نتبل الكلام ده بملح وفلفل. عايزين نبص على الرز، حلو قوي شغال. ريحة الفلفل الحامي بدأت تطلع معانا وهنكح. يلا بينا نحط شوية من الكزبرة الخضراء. طبعا الفلفل الحامي والفلفل البارد ليكي فيهم مطلق الحرية، تحطي ده تحطي ده اللي انت عايزاه، تمام. بس الفلفل بيدي كده ايه ريحة حلوة قوي. حطينا الكزبرة، رشة من الزعفران، نقلب. واخيرا الصلصة. شايفين الالوان تحفة. ومعانا مين؟ كارمينا. كارمينا اعذرينا الشطة بقى. خط فصل. طب حاولي تسلبينا تاني، خافت مننا ولا ايه؟ تمام خلاص كده الخلطه بتاعتنا بقت جميله جدا، هايل. هبص على الرز بتاعي لو استوى هاخد مغرفتين من الرز اقلبهم مع الخلطه دي. اهم حاجه يكون طبعا استوى. بسم الله. واسيب الباقي ابيض زي ما هو ونقلب دول. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا كده ليه؟ عشان يبقى فيه اختلاف في الوان الرز. هتلاقي بقى شويه رز كده واخدين اللون الجميل بتاع الكركم مع سوري بودره الزعفران مع الصلصه، والباقي هيبقى ابيض كده. خلاص تمام زي الفل. يلا نرفع ده من على النار. كده احنا في انتظار الفراخ تطلع من الفرن عشان نقدم سيرفيس الرز كله على بعضه ونشوف هنقدمه ازاي. تعالوا بينا يلا، اخر وصفه معانا النهارده هتكون كيك الخلاط بالصوص الاقتصادي، حاجه كده سهله وجميله هتخلصي الحلقه على طول وتقومي تعمليها. هنقول مقاديرنا، يلا بينا. مقادير الكيك الاول هتبقى عباره عن كوبايه من السكر، 3 ارباع كوبايه زيت، كوبايه من الحليب، 3 بيضات، عندنا كمان كوبايتين من الدقيق المنخول، تلت كوبايه من الكاكاو الخام، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الخل. ودلوقتي بقينا نحط على طول معلقه كبيره من الخل في اي كيك علشان تدينا نتيجه هايله. هنحتاج كمان معلقه صغيره من الفانيليا السايله وذره ملح. دي مقادير الكيك. اما الصوص الجميل بتاعنا النهارده اللي هيديكي نتيجه حلوه جدا وبابسط المكونات، هيكون عباره عن 3 كوبايات من الحليب، نص كوباية سكر، عندنا كمان نص كوباية نشا، نص كوباية كاكاو، كاكاو طبعا خام علشان يدينا لون حلو جدا، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. كمان ممكن نستخدم معلقة كبيرة من الزبدة، ياريت تدخلوها لي وكتبوها في المقادير، بتدي طعم حلو جدا لصوص الشوكولاتة. هنزود في المقادير معلقة كبيرة من الزبدة. والتزيين بقى ليكي فيه مطلق الحرية، هي من غير تزيين هتبقى تحفة جدا. أنا هبدأ الأول بعمايل الصوص علشان الوقت يلحق يبرد معانا. انا عايزه ابص على الفراخ. واو، اعتقد كده ان الفراخ لونها ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه جدا. بصوا معانا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وريحتها كمان هايله قوي كده. دي الفراخ بتاعتنا اللي كانت مدهونه بخلطه كده تحفه قوي. نرجع لصوص الشوكولاته الاقتصادي.
هناخد 3 كوبايات من الحليب، وكل المكونات اللي قدامنا دي هنحطها. ادي الكاكاو الخام نص كوبايه، معلقه من الفانيليا، نص كوبايه من النشا، ونص كوبايه من السكر. وهنرفع الكلام ده كله على النار مع التقليب والتحريك المستمر. نشا يعني مادة رابطة، يعني نخلي بالنا علشان ما تكتلش. احنا دلوقتي بنعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي، صوص سهل وبسيط، مكوناته بسيطة جدا، وهيديكي نتيجة روعة. مش محتاجين لشوكولاتة خام ولا محتاجين اي حاجة خالص. كانت مكوناته عبارة عن 3 كوبايات من الحليب، عندنا نص كوباية سكر، نص كوباية نشا، نص كوباية كاكاو خام، معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، كمان هنحتاج معلقة كبيرة من الزبدة. كل المكونات اتحطت على البارد، وبعدين رفعناها على النار مع التقليب المستمر علشان ما يكتلش معانا، ويطلع معانا كده الصوص انسيابي وكريمي وحلو جدا. تمام، ما تيجوا بينا نشتغل في الكيك، وانا كل شويه هاجي اقلب الصوص علشان ما يكتلش. وزي ما قلنا مقادير الكيك معانا بسيطه، وطريقتها كمان ولا ابسط من كده. مش محتاجين لا مضرب ولا عجان ولا اي حاجه خالص، في الخلاط بتاعنا العادي جدا. بسم الله، هبتدي احط مكونات الكيك. هبدا الاول بالمواد السايله، وبعد كده احط المواد الجافه. كده 3 بيضات معاهم الحليب، الزيت، الفانيليا، معلقة كبيرة من الخل، السكر، ويلا بينا الكلام ده كله هنضربه مع بعض كويس في الخلاط قبل ما ننزل. عندنا فاضل البيكنج باودر والكاكاو والدقيق. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص ضربنا كل المكونات السائلة اللي معانا، البيض، الحليب، الزيت، اللبن، الفانيليا، كمان الخل، ضربنا كله مع بعضه، والسكر كمان. زي ما قلنا فاضل معانا الدقيق، الكاكاو والبيكنج باودر. هننزل كله هنا في الخلاط برضو. مجهزين صينية مقاس 26، دهننها سمنة ورشينها بالدقيق. مجهزين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 170. كل ده جاهز من قبل ما نبدأ في عمايل الكيك، ويلا بينا نضرب الكلام ده كله مع بعض. وانا بضربه هروح ابص على الصوص اللي على النار عشان ما ننساهوش، لازم نقلبه على طول. ان الخليط واقف، اظبط كده بالمعلقه علشان طبعا هنوقف ونظبط كده ونطلع اللي تحت فوق واللي فوق تحت علشان كله يختلط مع بعضه. في حاجه نسينا نحطها، وحاجه مهمه جدا جدا، وهي ذره الملح. تعالوا بينا كمان نضيفها يلا، ونكمل لغايه ما الخليط كله يبقى متجانس.
ذره ملح يعني حاجه كده على طرف المعلقه. خليط الدقيق يعني واقف على الوش شويه، هو الخليط خفيف مفيش مشكله، كله دلوقتي هيظبط مع بعض. يلا بينا. يلا نضربهم ضربه كمان وكده خلاص. زي الفل، خلصنا خلاص خليط الكيك بقى جاهز معانا. هنجيب قالب فرن زي ما قلنا مقاس 26، مش عايزين ننسى الصوص اللي على النار، تقليب مستمر علشان يتقل معانا وما يكتلش. تمام يلا بينا بقى. ادي القالب بتاعنا جاهز، مرشوش مدهون زبده او سمنه، مرشوش بالدقيق، هننزل فيه الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل طبعا كل اللي موجود، خليط انسيابي جدا مفيهوش تكتلات وزي الفل، لونه حلو قوي، الكاكاو الخام بيدي لون حلو جدا للكيك. خلاص كده خلصنا، نزلنا الخليط، فرننا جاهز شغال من قبل ما نبدا الكيك على درجه حراره 170. هظبط بس الكيك عشان ما يبقاش فيه جزء عالي عن جزء. زي الفل، يلا بينا على الفرن على درجة حرارة 170 وعلى الرف الوسطاني. حلو قوي. نرجع بقى للصوص بتاعنا نبص عليه. يلا بينا. خلاص هو كده قرب يغلي، واول ما يغلي هتلاقيه اخد القوام المطلوب. بينا بقى على بال ما يغلي ويتظبط نطلع فاصل صغير خالص، نرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني وكده بنقدم مع بعض الرز. غرفنا الرز الابيض اللي كان استوى في الشوربه بس الاول، وفوقيه بقى الرز اللي بالخلطه الجميله اللي احنا عملناها مع بعض، تحفه الريحه فظيعه بجد ما شاء الله. تمام التاني. زي ما اتفقنا الفلفل الحامي ليكي فيه مطلق الحريه، تحطي حامي تحطي بارد زي ما تحبي كده. خلاص كان عندنا كمان الفراخ اللي احنا دهناها دهنه لطيفه كده بخليط تحفه جدا، هنبتدي نشيلها ونقدمها فوق الرز. بسم الله كمان الطبق الثاني. واخدين بالكم لون الفراخ؟ لون الفراخ هايل جدا. دلوقتي بقى ممكن نزين بقى بشويه كزبره خضراء. حاطين كمان في الخلطه في كزبره خضراء، فكده الدنيا هتبقى حلوه قوي. ممكن كمان فلفل ملون برضو يكسر معانا الالوان. حلو قوي كده، كفايه قوي. فراخ متنكر او فراخ متنكره. يلا بينا. دي الفراخ بتاعتنا ما شاء الله بجد.
ونحط دي كمان هنا. يلا شفتوا الكفته بعد ما اتقدمت؟ شفتوا الكفته وجمالها؟ تحفه جدا ما شاء الله، سهله، هتلاقوا يعني كتير قوي خاصه الاولاد الصغيرين هيحبوها، مسكتها لطيفه كده واكلها جميل جدا ما شاء الله، يعني بجد هتعجبكم. خلصنا. قبل ما نطلع الفاصل كنا عملنا مع بعض صوص الشوكولاته الاقتصادي، وكنا مستنيين بس ان هو يكمل يغلي. مجرد ما يغلي هتلاقي القوام بقى مظبوط جدا. بصوا معايا، بصوا اللمعه بتاعته هايل ما شاء الله، المقدار يعني 10 على 10 بجد. هحط معلقه زبده وهو سخن كده، هبتدي اقلب الزبده، هتلاقيها بقى ساحت في السخونيه بتاعت الصوص. كده زي الفل. عندنا الكيك بعد ما بيطلع من الفرن هيبقى معانا بالشكل ده، سيبه يبرد خالص ونجيب ستاند بقى. عايزين نقلب الكيك ونبتدي نصب عليه الصوص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تحفة. قد ايه الكيك هش خالص، شايفين؟ هايل. تمام، الكيك بتاعتنا بردت، شايفين الكيكه هشه ازاي، معموله في الخلاط من غير مضرب من غير حاجه وزي الفل. تعالوا نحط بقى الصوص عليها. المفروض ان انا استنى بس الصوص يهدى شويه قبل ما ابتدي اصبه، طبعا ما استناهوش يبرد خالص، نستنى بس يهدى شويه، بس احنا بقى مستعجلين كالعاده فهنضطر ان احنا نصبه. بسم الله. واخدين بالكو الصوص انسيابي جدا، كريمي، مفهوش اي تكتلات، زي الفل. الله على الجمال بجد، تحفة. خلاص غطينا الكيك بتاعنا كله بالصوص. تعالوا بينا بقى ناخد كده امصاص من الفراولة، وانا بحب الجزء الاخضر فيها بس هما في المطبخ نظفوها. فهنبتدي نحط. خليه يستنى علينا شويه من فضلك. تمام كده، طبعا الكلام ده كله بنعمله على البارد شويه زي ما قلنا، مستعجلين علشان نخلص، بنستنى الصوص يهدى شويه ما يبقاش ولا ساقع خالص ولا سخن زي ما انا حطيته سخن دلوقتي. تمام، وي 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 وي، ممكن نعمل برضو كده. دايما الاستعجال وحش. عايزاكم بقى تخلصوا الحلقه، ولو المقادير متوفره عندكم في البيت يلا على طول نشتغل في الكيك. عندنا شوكولاته خام، طبعا كل ده يعني كلام انتوا تقدروا تحطوه تشلوه على حسب ذوقكم. انا ايه والله انا يعني حاسه ان انا مش محتاجه اي حاجه تاني. كيك بسيط والله، انا لو عندي عيد ميلاد ولا حاجه وقمت عملته للولاد يا سلام هينبسطوا جدا، سهل وبسيط ما اخدش مننا ولا وقت ولا مجهود، وكمان المقادير زي ما انتم شايفين كده بسيطه جدا. دي كانت وصفاتنا النهارده. عملنا ايه؟ عملنا مع بعض الكفته رول زي ما انتم شايفين كده، بصوا يعني حاجه كده ايه تفتح النفس جدا، اكلها كمان سهل. قولوا معايا، اللحمه مستويه، كفته مستويه جواها وزي الفل. تمام، عملنا كمان مع بعض الرز بالفراخ بخلطه تحفه جدا ولذيذه جدا زي ما انتم شايفين، منظر الطبق كده يعني مغري لابعد الحدود. عملنا كمان النهارده كيك الخلاط الاقتصادي، لا كيك الخلاط بصوص الشوكولاته الاقتصادي، يعني عاملين كيك سهل وكمان صوص اقتصادي، فان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم.
دي كانت وصفاتنا النهارده، يا رب تكون نالت اعجابكم. هستنى التعليقات والتطبيقات اللي دايما بتساعدني على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بحاتي، والبيج بتاعتي فاطمه بحاتي بالعربي وبالانجليزي. اسيبكم في رعايه الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.